غنمشيو على السنه لواحد الكيك باللوز ولاجيان دوجا. لاجيان دوجا هي واحد كتدار اصلا بالنوازيت. حنا غادي نديرو هاد اللوز عوض النوازيت، غنديرو اللوز. غنديرو 100 غرام ديال اللوز و100 غرام ديال الشوكولاط اسود ممتاز. غنديرو في الاول كنحمرو هاد اللوز اللي عندنا بقشرته، كنحمروه في الفران على عافيه مهيله حتى كيتحمر مزيان وكيدخلو الطياب هذا باش ونقطعو الشوكولاط. الشوكولاط كنقطعو طريفات صغار، وكناخذو الخلاط كنديرو فيه اللوز وهو سخون بحال الطريقه ديال البخالينات، كنديرو هو سخون مع داك الشوكولاط طريفات. كنحصلو على واحد بطاطا ختيني يعني كتكون عاقده من بين الشوكولاط واللوز. كناخذو واحد الاناء كنديرو فيه واحد السلوفان البلاستيك الغذائي وكنسرحو فوق منه هاد لاجيان دوجا اللي عندنا وكنديروها في المجمد على الاقل واحد 6 ساعات. غادي نمشيو للكيك اللي عندنا ديال اللوز، هذا فاش غادي نخدمو هاد الخليط ديال الشوكولاط واللوز. غادي ناخدو عندنا في الكيك ديال اللوز عندنا فيه 4 ديال البيضات، 100 غرام ديال السكر كلاصي، 100 غرام ديال الزبدة، 100 غرام ديال الطحين، وخمارة واحدة. 4 د البيضات، 100 غرام السكر كلاصي، 100 غرام الزبدة، 100 غرام الدقيق، وواحد الخمارة. غادي ناخدو الزبدة غنخدموها مع السكر مزيان كتولي بوماد كريمة، وغادي نبقاو نزيدو البيض وحدة بوحدة، ونزيدو الطحين واحد 100 غرام ديال الطحين وخمارة. كنخلطو الخليط ديالنا كيجينا شي شوية تقيل، عاد باش كناخدو ديك داك الخليط ديال الشوكولاط واللوز اللي عندنا في المجمد كناخدوه وكنفرتشتوه طريفات وهو بارد، كنفرتشتوه يعني عشوائي، كنقطعوه دي بتي مورسو وكنزيدوه في الكيك. هاد الكيك نقدروا نديرو، انا كنديرو في داك المول ديال الفقاس جويف هذاك اللي كيكون كريم طويل، كندير فيه جوج الشكل اللي هو مربع وي هذاك اللي مستطيل، وكندير فيه هاد الخليط كنخلطو مع هذاك الخليط ديال اللوز والشوكولاط وكنديرو مباشره، يعني كيجيني هاد الخليط في جوج هذوك ديال الفقاس جويف، جوج القوالب ديال الفقاس جويف. كنديروهم يعني ثلثين ديال الخليط وكندخلوهم الفران. ملي كيطيبو كنخرجوهم كنوجدو لاكاناش ديالنا باللوز. لاكاناش عندنا فيها بالنسبه لاكاناش 150 غرام ديال لاكريم فريش، 200 غرام ديال الشوكولاط دائما يكون ممتاز و اولي ولا لو غيش، وعندنا 50 غرام ديال الزبده و 100 غرام ديال اللوز مسلوق ومقلي ومرمش. في لاكاناش عندنا 150 غرام ديال لاكريم فريش، 200 غرام ديال الشوكولاط، 50 غرام ديال الزبده و 100 غرام ديال اللوز مسلوق ومقلي ومهرمش. في الاول كناخذ الشوكولاط كنحكوه مزيان، وكناخذ الكريمه ديالنا كنديروها في كاسرول فوق البوطه حتى كتغلى، وكنحيدوها من فوق البوطه وكنديروا داك الشوكولاط ونبقاو نحركوا مزيان. حنا كنحركوا بداك الفوي وحنا لابغيونس كيعطينا لابغيونس بزاف ديال الشوكولاط، وكنزيدوا داك الطريف ديال الزبده 50 غرام، وكان هكا حتى كيدفى كنديروا واحد هذا حتى كيدفى، وعاد باش كنزيدوا داك اللوز مهرمش. ومباشره كناخذوا داك الكيك ديالنا كنديروا من فوق من الشبكه وكنديروا فوق منها هاد لاكاناش. يعني حتى كدفى شويه باش كنديروا فوق من الكيك يكون بارد. ومن راه كيجينا محبب بداك اللوز، ديك لاكاناش كتجينا كلها بحال هذا كيكون اللوز من الفوق وداك لاكاناش عليها. صافي وكنخليوها حتى كتبرد وكنقطعوها كنقدموها، بصح راه كتزيد لذيذه بزاف يعني يعطيك الصحه. وديك كتبان فيها دوك الطريفات ديال لاجيان دوجا من الداخل كيعطيوها واحد المنظر زوين من الداخل. خا تبارك الله عليك.